السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا في أفضل حال. بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي، معايا فيديو جميل النهاردة هيعجبكم ان شاء الله، كله كده خضروات وحاجات جميلة للطيور بتاعتنا. شايفين الطيور بتاعتنا؟ بسم الله ما شاء الله عليها، الله اكبر عليها، جميله جدا. وطبعا ده من كتر الحاجات اللي انا بديها لهم، بعملها لهم وصفات واكل خضروات، بديهم خضروات كتير، خضروات مفيده جدا. زي ما انتم شايفين دول الساسو يا جماعه، اللي معايا الساسو والجميزي اللهم بارك كده، ببقى حاطه لهم، بس ببشر لهم جزر، ببشر لهم بطاطا، خيار، حاجات جميله جدا مع الوجبه ان شاء الله. شويه علف مخلطين معايا النهارده، حاجات بسيطه جدا. اخر حاجه عندي بشطب، طبعا انتوا عارفين الغلا اللي احنا بقينا فيه، والطيور طبعا بتسحب علف كتير، طبعا احنا كنا بنخلط لهم، دلوقتي مش عارفين اساسا نجيب العلف، العلف غلي جدا. شايفين انا بحط للطيور ايه؟ بسم الله ما شاء الله. اي بواقي عندي، شويه بشر كوسه، شويه اي حاجه برميها لهم كده ينقروا فيها. طبعا دول الفراخ اللي بتبيض يا جماعه، دول برمي لهم اي حاجه بينقروا فيها كده طول النهار. بسم الله ما شاء الله يا حبايب قلبي، جمال جدا زي ما انتم شايفين. طبعا العلف كده بسم الله ما شاء الله طار معانا، وصل ل 23 جنيه، 21 جنيه اللي هو مش السوبر، والسوبر ب 23 جنيه حاجه كده، الحمد لله ربنا يعافينا. وكمان حتى الدشيشة بقت ب 130 جنيه، ب 13 جنيه، ب 13 جنيه كيلو. تخيلوا بقى ب 13 جنيه، اما اجيب لي 10 كيلو ب 130 جنيه، يعني 10 كيلو حاجة مش كتيرة بالنسبة للطيور دي، بس انا بجيب معاها برضك 10 كيلو ردة، بحط 10 كيلو ردة على 10 كيلو دش واجيبهم واستعمل بقى معاهم. لو حتى حبة فول زي ما وريتكم قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده، لو جبت كيلو في مثلا كيلو فول اللي هو فول بتاع الحمام ده اللي بيتباع، اللي بتاع الحمام دوت اللي بتاع التنظيط اللي بيزغطوا بيه البط والطيور، بجيب كيلو وبسم الله ما شاء الله كده. انا عندي كده شويه الخضار دول هحطهم بردك على بعض كده، هبشر الجزر ده بردك طول، كان شروه كده كان مديني جي 5 كيلو، كان مديهم لي كده على بعض، والله ما فاكره كانوا بكام، بس كانت حاجه رخيصه جدا. كان عندي شويه كوسه زي ما انتم شايفين، حبه بطاطا، شويه خضره زي ما انتم شايفين كده، وهنبشرهم وهنوريكم الطيور بسم الله ما شاء الله بتاكلها ازاي. طبعا عايزين نوفر باي حاجه، الطيور اللي هي البياضه يا جماعه بتاكل الحاجات ديت، مش ضروري تاكليها اكل يعني العلف. عندك ورق اوراق البنجر دي ببلاش تجيبيها وتاكليها للطيور اللي هي بتبيض، هتديك البيض اللي انت عايزاه بسم الله ما شاء الله، وتزود معاك البيض البنجر نفسه لو انت تقدري تجيبي البنجر. انا جايباه ب 5 جنيه، مش غالي، بنجريه واحده هتغرق لك الطيور غير الورق كمان، يعني لو جبتيه بالورق بتاعه، الورق بيبقى ببلاش، لو انا معيش ان انا اجيب بنجر هجيب الورق ببلاش، واخرطه واحطه لهم بردك على الاكل. طبعا كان عندي شويه زي ما قلت بعد قطع الكلام، يعني كان عندي شويه بواقي كده، انا طبعا هنا خرطتهم، وكان عندي شويه بواقي علف على تشيشه على شويه رده، هحطهم عليهم بردك كده، هقسمهم على 2. انتوا عارفين ان انا بيبقى عندي طيور صغيره وطيور كبيره، طبعا لازم بقسم واعمل لهم الاكل. بوريكم طبعا مش بشتغل على طبق واحد، بوريكم الطبقين عشان لو انتوا عندكم ايه فراخ صغيره وكده. شوفوا انا دلوقتي شويه عندي دش على علف على شويه عيش مبلول، حبه صغننين جدا زي ما انتم شايفين كده، يعني شايفين كميه الخضار قد ايه، الخضار ده مفيد جدا ليهم، وشويه يعني رغيفين عيش مثلا ولا حاجه، على شويه رده، على شويه ما يسكروش، شويه العلف اللي موجودين عندي، ودول اخر عندي حاجه، يعني انا بلم البواقي اللي عندي في البيت اللي فيها علف وبحطها للطيور، عشان بعد كده مش همشي بعلف، وهوريكم الوصفات اللي هنزلها ان شاء الله. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي كده، شوفوا انا عملت ايه، انا حطيتهم على شويه الخضار بسم الله ما شاء الله، بصوا بقى كتير ازاي، يعني ممكن دي تحطها لهم وجبه في اول النهار، في نص النهار، لو عايزه بتحط، لو بتحطي 3 وجبات انا بحط وجبتين، يعني الاول كنت بحط 3 وجبات، دلوقتي بحط وجبتين حلوين قوي، وجبتين يكونوا مشبعين. تمام يا حبايب قلبي، مع شويه بقى الخضار ده، شويه علف ده، شويه بردك عيش متشوش زي ما انتم شايفين بردك، هحطه لهم عليهم كده عشان خاطر لو في بلل من بشر الجزر ولا بشر البطاطا ولا اي حاجه من الموجودين دول يشربوا، ما يبقاش فيها ايه ميه، عشان ما تتعبش معده الطائر معاكي. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، ما بلاقي الحاجه مبلوله ازود، دي كوبايه كمان، اخر كوبايه كده
بسم الله ما شاء الله. انا عشان ازود بس البتاع وتل الوصفه وتلمي مع بعضها، ما بقاش فيها اي ميه، شايفين مفرفره ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. هقلبهم كده واحطهم للطيور ان شاء الله هياكلوا وينبسطوا منهم. وهعمل لكم وصفه كمان على الشرب برضك، ديت هتخلي الطائر عندك ما فيش في بطنه اي حاجه، يعني ولا ديدان ولا اي حاجه تنضف لك معده الطائر. وصفه جميله ان شاء الله هتعجبكم جدا، خليكم معايا وكملوا الفيديو معايا ان شاء الله. الوصفه اللي انا هعملها لكم دي هتعجبكم جدا. شايفين بقى انا برمي اي شويه حاجات للطيور زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، اي شويه بواقي عندي برميها لهم. طبعا الوصفه بسم الله ما شاء الله خلصوها زي ما انتم شايفين، الصواني فاضيه، ودي بواقي الحاجات اللي انا كنت مقشراها حذفتها لهم بقى بينقروا فيها. بسم الله ما شاء الله الحصاله بتاعتهم بسم الله ما شاء الله مليانه ازاي. واعمل لكم الوصفه دلوقتي، وصفه على الميه جميله جدا بردك غير اللي موجوده دي. دي وصفه ديت كنت عاملاها قبلها وهم خلاص شربوا منها، انا هغير الميه بقى خلاص دلوقتي وهعمل لكم وصفه جميله هتعجبكم جدا، وهتنضف بطن الطيور بتاعتنا ان شاء الله. هتبقى وصفه جميله جدا، استعمليها يومين في الاسبوع، من يومين لثلاث ايام في الاسبوع كل اسبوع، بس لازم بصفه مستمره، يعني تستعمليها بصفه مستمره. زي ما انتم شايفين كده دي الفراخ الساسو بتاعتي يا حبايب قلبي والجميزي، شايف زي شايفين بسم الله ما شاء الله عليهم. فيديو جميل جدا، هكملوا بس معايا الفيديو للاخر ان شاء الله باذن الله يعجبكم. انا بحاول اوري لكم الطيور بتاعتي بسم الله ما شاء الله، من الوصفات بتبقى جميله ازاي، والشمس بتبقى حلوه كده. طبعا احنا في الشتاء، بس ساعات لما الشمس بتبقى حلوه بطلعهم بره كده واكلهم. تمام يا حبايب قلبي، شايفين بسم الله ما شاء الله الساسو عامل ازاي، جميل جدا بسم الله ما شاء الله عليهم. طبعا شويه الرمل دول حطاهم بيحرشوا معدتهم بيها، بدل ما ينقروا في اي حاجه بينقروا في شويه الرمل دول، ما بيعملهمش اي حاجه، هم الفراخ كده بتحب تنقر يعني، بياكلوا الوجبه بتاعتهم كده. وبعدين كده ان شاء الله هنعمل لهم الوصفه، هوريكم الوصفه معايا هتبقى وصفه ممتازه جدا والله، اتبعوها بس كده امشوا معايا ان شاء الله في الوصفات بتاعتي باذن الله هتعجبكم. شايفين دول شويه بردك بطاطا على شويه خيار كده بشرته لهم وحطيتهم لهم في العشه جوه ودخلتهم بسم الله ما شاء الله اهو. دي شويه خيار على شويه بطاطا كانوا عندي بردك بشرتهم وانا قاعده كده وحطيتهم عشان يخشوا الاوضه بتاعتهم عشان قفلت عليهم. طبعا حطيت لهم الوصفه بره ورا اهي بس مش باينه، هوريها لكم بردك الوصفه هنبتدي نعملها دلوقتي ان شاء الله، وهقفل عليهم الوصفه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله هتعجبكم جدا. دول انا عندي الميه بتاعتي طبعا انا حاطه في السقايات الكبيره دي للطيور الكبيره، والسقايه الصغيره للايه للفراخ الصغيره. طبعا زي ما انتم شايفين حبايب قلبي انا ريت الميه حطيت عليه معلقه شيح، معلقه شمر، معلقه حبه البركه، حطيتهم على بعض على البوتاجاز، خدوا غلوه بتاعتهم انا بضيفهم على الميه، خدوا الغلوه بتاعتهم بعد ما بردوا، رحت حاطه معلقه شمر كبير عليها، الشمر مقوي للمناعه، والقصدي الشمر حطيته في الميه اللي بتغلي، الشمر بردك مقوي للمناعه، الزعتر حطيته بعد ما بردت، بعد ما الميه بردت خالص انا بيته، وما الصبح رحت حاطه عليه معلقه الزعتر زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، حطيت معلقه الزعتر عليه بعد ما بردت. ما تحطيش الزعتر والميه سخنه لما تبرد عشان ما يفقدش القيمه بتاعته، هو الزعتر ما بيتغليش. تمام حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، وحطيت ليمونتين عليهم كبار بردك، عصرت ليمونتين كبار عليهم زي ما انتم شايفين كده، ونحطهم للطيور دلوقتي. انا كتبت لكم المقادير بردك كده عشان لو كنت اتلخبطت في حاجه، وكل اللي في العلبه دي بوريه لكم. الوصفه اهي هم داخلين عايزين يشربوا اهم زي ما انتم شايفين. ان شاء الله يا حبايب قلبي تعملوا الوصفه دي وتعجبكم ان شاء الله، تعملوها مرتين كل اسبوع، مش هتخلي في بطن الطائر اي ديدان، وهتقوي مناعته عشان الشمر مقوي للمناعه، حاجه كده جميله جدا ان شاء الله تعجبكم. انا كتبت لكم المقادير فوق بردك علشان خاطر، ولا عايزين نكتبها في صندوق الوصف هكتبها لكم، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. لا عايزه منكم بس زي ما انتم شايفين كده، حطهم غلوه معلقه شيح ومعلقه شمر، حطهم غلوه على البوتاجاز، وبعد كده حطيت ليمونتين زي ما انتم شايفين كده، ده ليمون اهو انا عامله الوصفه هنا، ده ليمون اهو ليمون، وباكل الشمر وحبه ومعلقه حبه البركه كمان، يعني انا حاطه معلقه حبه البركه. انا هوريكم لاني ماسكه التليفون بايديا، هوريكم برضك الوصفه اهي عشان تبقوا عارفين، ده كله هرمي للطيور برضك زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، ده شمر حبه البركه ومعلقه شيء زي ما انتم شايفين كده. انا هرمي الوصفه للطيور اهي، هحطها لهم على الاكل عشان خاطر ياكلوها اهي، ياكلوها بياكلوها بينقروها زي ما انتم شايفين كده اهو اهو
شايفين ده الليمون اهو، اهيت الوصفه اهي، معلقه شمر على معلقه ينس، معلقه شمر ومعلقه شي ومعلقه حبه البركه، وخدتهم غلوه حطيت عليهم بعد ما بردوا، معلقه الزعتر دي مقويه للمناعه برضك، وعصرت عليهم ليمونتين، وزي ما انتم شايفين كده بنسقيهم للطيور. دي للطيور بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين الصغيرين والكبار، ان شاء الله ده طارد للديدان ومقوم مناعه الطير برضك في نفس الوقت، زي ما انتم شايفين كده اهو يا حبايبي اهو شايفين اهو، يعني كل حاجة أنا عاملاها في الوصفة دي مقوية مناعة الطير وطاردة للديدان اللي عند الطير، لو عنده أي حاجة في بطنه هتنزل زي ما انتم شايفين كده، تمام.